مرحبا بكم في 100% بخونو. الأرقام المرشحة للفوز في سباق الحدث التجمع اليوم هم: رقم 1 أمازا فالا رفقة الراكب بوهر وإيشي، نتائج خلال موسم الفارط ترشحها بقوة لنيل المرتبة الأولى في السباق. رقم 7 رغم تعثره الأخير بحلبة مكناس ممثلي صبلة سيد الحجاري عبد الرحيم سيكون ضمن الثلاث الأوائل. رقم 11 ثبات على مستوى المراتب المتقدمة في آخر ثلاث سباقات لي بالموسم الفارط ترشحه بقوة للتمركز ضمن الأوائل لأول مرة رفقة الراكب الميموني تباري. أرقام غد نفسها كل من رقم 9 رقم 10 ورقم 4. أما العنصرين اللي ممكن يفاجئونا في السباق فهما رقم 2 ورقم 3. هادو كانوا توقعات 100% برونو. نخليكم مع توقعات جريدة الديربي. حنا اختارينا رقم 7 لميف سيديرات مرشح قوي الفوز، اعتقد الراكب مراد زابوط لاول مره غيكون على الدار ديالو، المسافه غادي تكون في الصالح ديالو. رقم 9 موصوفه تيري، ما نحكموش على السباق الاخر ديال اللي كان درتو، ولكن الفوز اللي قبل منا كان درتو درتو رائع، حنا غنشوفوا تعتقد الراكب سوفينا بوحيان. رقم 5 غيبقى رقم صعب في هذا السباق هذا، والحيطه الحاضر منه قابله للسعاده، عنده راكب متميز واي وريو عنده فينيش خطير. الخوي نقدروا نخافوا منها في هذا السباق، عندنا رقم 11 ورقم 10 ورقم 4، تنقولوا مفاجاه ديال السباق رقم 13 ورقم 1. اما الان نتابعوا توقعات مختلف الجرائد الوطنيه. يمكن لكم متابعة جميع حلقات 100% بقنو عبر قناتنا على اليوتيوب. نهاية الحلقة، حظ موفق للجميع.